على مزيكا فام. جعفر القاسمي ضيفنا اليوم في رمضان شو. صح شريبتك. صح شريبتكم. صح شريبتك. صح شريبت السادة المستمعين. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف ألف خير. قبل ما نبدأ حب نشكر شاكر على الشارجر. مرسي بوكو. والله شاكر استوندر نذكره على الشارجر. والله شكرا جزيلا شاكر. ممكن تعرفوش أما هو مدلي شارجر. مرسي بوكو. هو في استوندر متاعنا هو اللي استقبل التليفونات متاع المستمعين. الشارجر العريض معناته اللي هو مش متوفر. يعطيه الصحة شاكر. تحية شاكر. تحية للشاكر. تحية ليك جعفر. مرسي بوكو اللي بعثنا اليوم. في الفترة هذه هذول العام اللي فاتت تونس كانوا تواجدوا في الحجر الصحي وتونس 2050. اي ما الذي تغير؟ تغير عام فقط. عام تغير جعفر لم يتغير. تغير جعفر. معناتها جعفر كل يوم يتغير كل لحظة يتغير. جعفر بشر فهمتني ولا يخطي وسيب. جعفر يحب يتطور. جعفر يحب يقدم. جعفر المسؤولية قاعدة تكبر. دونك هذا يتغير. أنا زادة تمنيت أنه نتفرج في جزء آخر مثلا من الليك ليك المكتوب والهربة. زاد كان في هو كان مقرر انه ثم كان باش يكون ثم جزء ثاني من ليك ليك. الهربة تحكي انت؟ تقصد الهربة؟ الهربة الهربة اي الهربة كان ثم جزء ثاني. وليك ليك زاد كان مقرر كان مبرمج عمل جزء ثاني. ثم ظروف انتاجية بالنسبة للهربة. فلوس؟ لا 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 لا, لا. عمري ما نخمم فلوس. انا تو في العمر هذا ما نخممش فلوس. في العمر هذا نخمم شنو باش يضيف لي. هل سيتطور هذا الجعفر؟ ينجم يتطور زاد. خطر العمل الفني هو عمل إنساني بالأساس. ما فيهش غلط وصحيح. كل اللي راه أنا صحيح ينجم يكون غلط بالنسبة لك أنت. فهمتني؟ فيه مجهود فيه تعب. هذاك علاش نحب نحيي الناس الكل اللي خدموا السنة في رمضان. تقنيين ومنتجين وممثلين. راهي معاناة برشة. برشة تعب زاد. برشة تعب. برشة تعب. برشة تعب. برشة تعب. برشة تعب. برشة برشة. لأنه الممثل والتقني والمخرج والمنتج هو إنسان في حقيقة الأمر. يقدم في منتوج. هل تعتقد أنه يحب يفشل ولا يحب ما يعجبش؟ يحب يعجب هو. مي بتتر ما خطفتش كيما المايونيز. ثم حاجة ممكن ما خطفتش ما مشيتش مع الناس. كل شيء نسبية. حكيت مثلا على أنه ابن خلدون مشروع حلمت به في شمسة فهم الكلام هذا. يقولت حلمت به على الأخر. المشروع اللي ليك ليك مشروع حياتك اعتبرته زادة. أنا كل مشروع نخوضه هو مشروع حياتي. ما فدلكش أنا. أنا في الظاهر نضحك بالنسبة لبعض. جعفر محلاوة. في الباطن جدي جدا جدي جدا. ما نقولش ليه لنا مسؤولية. مسؤولية باش تشريها بعد رمضان. معناتها أنا في 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 مواسم وصلت ما نخرجش من الدار لأني فشلت. الفشل تصخيبه سهل. هل الفشل سهل؟ عندي فكرة. ما يرحمك حد. ما يرحمك حد. حد 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 حد. دونك نعرفش معناتها الفشل. مريت بتجارب فاشلة وتجارب فاشلة جدا. دونك وليت نخاف ونحتاط أكثر. من الحجر الصحي تونس 2050 الهربة لليك ليك وابن خلدون. أنا هولي تعتبره فشل؟ حتى واحد ما فشل. 2050 تجربة رايدة بصراحة. تجربة كبيرة برشا. إجماع كبير زادة. إجماع كبير. اللي ليك ليك سيري في نص ثاني في رمضان على الحوار نشحت. إيش بينا الله الله إيش بينا نشحت. خلينا نقلب سؤالي مالا. اللي تعتبره نجح من الأسماء هذه اللي سميتهم. اللي نعتبره نجح هاي. بالنسبة لجعفر القاسمي اللي نعتبره اللي نعتبره مش نجح. اللي نعتبره يشبه لي ممكن. اللي يشبه لي واللي يقرب لي واللي أنا فخور به. الكل نشحوا وكلهم ولادي والكل انا عملتهم. ثم شكون تميز؟ ابن خلدون. ابن خلدون تميز برابور الاعمال اللي كنا نحكيوا عليها. لا بالنسبه لي انا نحكي بالنسبه لك انت. بالنسبه لي جعفر القاسمي لانه مرحله اخرى من حياتي ابن خلدون. مرحله اخرى. مرحله اخرى. باهي خلينا نحكيوا على سلسلة ابن خلدون اذا كان اليوم ناخذ على كلامك. ابن خلدون المخرج سامي فعور. دونك عدد الحلقات 20 نورمالمون حلقة لحد الآن. هذا اللي نورمالمون معلومة الأولية اللي عنا. الأبطال بسام الحمراوي كريم الغربي جعفر القاسمي دليل المفتاحي سماح الدشراوي نوردو أيضا لطفي بونتقة. برشا أسماء تلموا. ثم عائلة كوميدية بامتياز تلمت في مشروع واحد. ثم برشا حب. ثم برشا حب. برشا حب. برشا حب. والحب يتحس ويتشاف في كل اللحظات. ثم برشا حب وبرشا صدق وبرشا
معناتها كنا نصارح بعضنا برشا، وكنا نحكيه مع بعضنا برشا، وكنا عارفين جسامة المسؤولية. برات برك الله اللي برودوي اللي موجودين في البلاد مش شوية، والممثلين مش شوية، معناته كنا نتقاربوا، فهمتني؟ كنا نحسوا اللي كون المسؤولية كبيرة برشا برشا برشا. لو كان ثم دور فارغ زايد مثلا من التركيبة هذه متاع ابن خلدون، شكون الممثل سفيان اللي... الدهش. هذا قلته في شمس فام، أعطيني اسم آخر. عديد الممثلين اللي نجم يكونوا في المشروع هذا. نجم أعطيني اسم؟ شكون يخمم اليوم جعفر كيشوف يقول تيان سيدة ذي ولا سيدة هذي تنشكون معنا؟ جمال مدني. جمال مدني كان نجم يكون موجود ابن خلدون. كان نجم يكون موجود ابن خلدون. برشا برشا ممثلين، برشا ممثلين. وطبعا بعد نحكي في مرحلة قادمة على ابن خلدون، ممكن سيزون أخرى مثلا. مثلا هذي نعرفهم بعد ممكن. مثلا مثلا عمر ولا عمر؟ عمر. عمر أي. علاش عمر؟ ثم انفصام في المجتمع التونسي. والله والله ثم انفصام. ثم انفصام في المجتمع التونسي من نوع شنو؟ من نوع الفرق بين عمر وعمر. عمر عمر فهمتني؟ هو عمر، ما الإشكال؟ أنا عمر. هو بالعربية عمر. شو شو خل ندخلوا للسيري بربي بطرح كيك أشياء ضحك. خليني جدي، خطر أنا جاي في دور يعني الجدي. خلنا نحكي لك حكاية جدي. عمر النسر. معناتها ليه ثم اسماء ولا نوعية متاع اسماء. إيمان شريف سلموا عليك برشا، نفضل الكرة وانا جلت فيخ وفي خطرها ولا حاجة. لما جديدة نلقوا فيها الممثل القديرة دليل المفتاحي. إيه نعم سيدي، دليل المفتاحي في الكوميديا. ترى أنه دليل المفتاحي بالنسبة لك أنت أحسن وأقوى في الكوميديا أو في الدراما؟ دليل المفتاحي أعتقد أنها من أضمر نساء الكون. امرأة عسل. دليل المفتاحي ممثلة كبيرة برشا، كما تجيد التراجيديا تجيد الكوميديا. دليل المفتاحي مدرسة، مع تعظيم الشرف لي أني نكون ما نجمش نصنفها. تقول أنت هاني قلت لك مدرسة خارج التصنيف. دليل المفتاحي مخرجة عظيمة رأى في المسرح، معناتها دليلة 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 عندها حيثيات حتى في الكواليس، تعدي إنرجية ياسر محلاها. على عكس نعيم الجيني في حلة جديدة مثلا نلقاها في الدراما بعد محلاه البروجي. ملا نعيمة، ملا نعيمة، ملا نعيمة، ملا نعيمة. أنا منش متفاجئ لأنه نعرف ملا نعيمة، المتفرج متفاجئ. شفت المغامرة أنك تغامر بممثل وما تخوش الكركاس. هذا ما يجي كان طبيب، هذا ما يجي كان بوليس، على اللوك. ما يجي. شكون قال لك؟ ما الذي أدراكم؟ مثلا مهذب الرميلي يلبس كل الأدوار، محلاه ممثل، محلاه ممثل، وهذا هو الممثل الحقيقي. لكن جعفر القاسمي ناحية 2017 الدوامة، أنا ما ريتكش مثلا شخصيا من خو زمان، مثلا من ليل البيض، حياة وأمان، حسابات وعقبات. جعفر وقتها في الدراما موجود. السنوات الأخيرة اختيار منك جعفر أنك تكون موجود في صنف معين اللي هو الكوميديا وتبتعد نوعا ما على الدراما، أو أنه جعفر لم يعد يجيد الدراما؟ أنا اليوم ما عملتش المسلسل الدرامي اللي حلمت به في حياتي، الدور إلى هذه اللحظة. لكن كنت تقولين بك شوية يهم كل شيء، ديما مشاريع حياتك أي عمل تقوم به؟ لا معناتها نحكي كوميدي. أنت حكيت لي أنالوجيا مثلا. لا لا حكيت لي سيتكومات وسلسلة وكذا. أما نحكي مسلسلات، من الليالي البيض، من الليالي البيض ما جاشك الدورك اللي قلت إيه هو هذا دوري. فهمت؟ لأنه أنا زادك نعيم الجاني مصنف في خانة كوميدي. مانيش كوميدي أنا، مانيش كوميدي أنا عندي برشا مشاطر. ممثل مسرحي؟ ممثل مسرحي، ممثل سينمائي. تحبذ أنا هي بدرجة أولى. أنا مسرحي بيان سور. مسرحي؟ لا مسرحي بيان سور. ممثل ومخرج مسرحي بيان سور. بيان سور، علاش نزلت على بيان سور؟ بيان سور خاطر هذيك هي الأم، هذيك المدرسة الأولى. يميمتي محلاه المسرح، المسرح لا يحق لك الخطأ. تعتقد أنه جل الممثلين عندهم علم أنه المسرح ركيزة من ركائز التمثيل؟ ما نتصورش، معناتها ما نتصورش، ولكن المسرح يعاون برشا. المسرح يخليك عندك برشا طاقة وبرشا خاصة مخيل، برشا كرم. مسرح ابن خلدون تعتبر جمهور تونسي في السنوات الأخيرة مثلا عنده نوع من العقدة في
تاع الحلقه الاولى عنا عقده الحلقه الاولى يعني شوف. العمل اللي نجمو نحكم عليه من 45 دقيقه الاولانيه. شوف يلزمنا نكسروا برشا ثوابت. ابن خلدون عمل سيذهب بعيدا كما كان يحكي عزيز جبري في كان ما كانش، ويعطيه الصحه ومن حق يقول ويدافع على ولده. عجبني ياسر كلامه. شنو اللي يخليك تقول انه ابن خلدون سيذهب بعيدا؟ لا يشبه بقيه الاعمال، لا يشبه، ولم يكن هناك شيء مجاني، كل حرف كان مدروس. سأعطيك مثال. الأسماء ناجية الأم من النجاة وهي ميتافار الوطن. سليم اللي هو بسام الحمراوي نحيي، ما هوش سليم حتى طرف، تعب يخمم في الحرق. عمر عنده أستاذية في التاريخ. العمر اللي هو الزمن. محرز شيء الله بولي الله. جعفر انت قوي برشا في الامبروفيزاسيون. هل انه اليوم قاعد تقولي في الكلام هذايا حاليا او تكتب بالذمه؟ مش نعطيك وتعتاب بالذمه. الاسماء ورحمه امي صادق الاسماء كانت تقصد. نزيد نمشي معك الابعد. هات. منصف اللي هو المسؤول، ما هوش منصف حتى طرف. تسمية عكس المعاني. ثم تكس ثم أسماء المرأة الحبلة. تعرف شو اسمها سيدي؟ اسمها أمل. وغدوة في الحلقة باش تكتشفوا ولدها شنو هو اسمه. فهمنا تركيبة تقريبا متاع الأسماء اللي قلت عليها. بيه نمشي طوى معك الأبعد. تهربش بينا المهم. لا 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 باش شنو تحمل لك اعطيني شنو تحمل لك. نشكر شاكر على الشرجر مثلا تيب سي. اعطيني شنو تحمل لك. تحيا شاكر بيان سور. باه نجمو نحكموا على العمل من الحلقه الاولى جعفر؟ نجمو نحكموا على العمل من الحلقه الاولى. وقتاش؟ شنو هي المعايير باش نعمل مقارنه بين الكوره والسيري؟ باه الكوره الانسان اللي يفهم اللي يفهمه الجوار من اللي يمس الكرة تقول ملاعبي. نعطيك مثال من الكنترول نتاع الكرة. من الكنترول تفهم كل شيء. نعطيك مثال. كريم الغربي في الحلقة الأولى من السيكونس نتاع الهريسة تفهم هو وين ماشي. داكوردو. الكرة والفن والسيري. في الكرة مش الناس الكل راهي زي ما تمركي، ثم أتاكون الناس تخدم له باش يماركي، معناتها مش بالضروره الكل تماركي. ينجم يكون في البوست نتاعو يقلع ولا يفك تبسيمه. بيفو يفك تبسيمه، اما مش هو البيتور. المخرج شارك معاكم في التشكيله هذه؟ طبعا. اول تعامل معاك مع بعضكم؟ لا تعاملت معاه في 2050. فهمتني ولا الساخرين؟ ان نقول اللي كونوا السيناريو هي الفكره، فكرتي انا. والفكره هذه تخمرني عندها سنين، لانه انا مره مع تقريت نص الممدوح عدوان اسمه الزبال. نص رائع جدا. كان يحكي على مش نقول لك كلمه شعبويه حتى انت فاهم سؤالي باش يكون هكاك خاطر تسال ديما. لا 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 قول اللي تحب وانا باش نقول اللي نحب، لانه انا فخور جدا. قلت مانيش باش نقول انا. لا لا وانا باش نقول لك اللي انا فخور جدا 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 بهذا العمل، بهذا العمل اللي فيه ان شاء الله يكونوا كفينا ووفينا عمال النظافه اللي موجودين تحية واللي يختموا بالليل ديما موجودين عمال النظافة. بلايس. أنا توت التليفون طايح للشارج. أقسم بالله العظيم ثم عامل نظافة مهبط باراغراف بعد غنية النوردو يا والله حوال. قالوا مسيك نزبال مهبط باراغراف تشوي. الهدف سيد القومي خادمهم. حاجة أخرى عامل النظافة يظل أول مرة لاكس هذا يتخدم عليه. في بالك اللي هو مخطر برشا. خذينا الثنية الأصعب لأنه ثم ناس كنا متوقعين أنا مش يقولوا شعبوية مش تمس من برشا احنا نفسية مشينا الناس. احنا مشينا في الإنسان، في الإنسان في الذات اللي نجم يبكي، اللي نجم يضحك، اللي نجم يضحك. احنا مشينا في الكوميديا السوداء. بكري أنا في الثنية اسمع فيك بين سور. الكوميديا السوداء الكوميديا اللي فيها ستواسيون، اللي فيهش استخفاف استهتار استبلاه.
ابتذال اللي سميتهم الاوصاف هذه الكل أي. موجوده في اعمال من الاعمال مثلا انا ما تفرجتش انا بكل صراحه باش اكون معك صادق وصريح احنا لليوم نصور البارح كملنا 15 صباح ما تفرجتش ونعطيك حاجه حتى في الحلقات نتاعنا ما نتفرجش نتفرج من بعدا سمعت بالرياكسيون اللي صاروا على لطفي العبدلي والجاسوس نصور عندك فكره يحكيه قدامك او تسمع شكون يحكي شوف المسرح مسارح والفن فنون والجمهور جماهير وكلها اختيارات فسر لي اكثر معناتها اللي قاله عزيز جبالي انا موافقه على الاخر بكري اللي هو ما عجبكش زابي ما عجبكش زابي نقطة الستر معناتها لكن تدخل هنا ساعات زاد في إرادة الناس خاطر التلفزة تدخل ديار التوانسة بالسيف إيه أما مش هو اللي حط بالكوموند قال لك إيجا تفرج فيه مش هو شد لك يده وقال لك حط أي برودوي ما عجبكش زابي هذه قانون اللعبة هنا نحكي على الفكرة مش نحكي على لطفي يعني نحكي على فكرة عمل أنا هني قلت لك رأيت إكزامبل خذينها مكاو رأيت كل ابن خلدون سلسلة كوميدية ابن خلدون سلسلة متعددة المواصفات 70-50-1% كوميديا ما هيش بالميزان الكوميديا ما هيش بالميزان ما هيش بالميزان كيفاش نجم نقيسها؟ لا باش نقول لك كيفاش نجم نقيسها احنا في الموت بعيد الشر عن الناس وان شاء الله ربي يحفظ الناس كل امين يا ربي يكثر برشا ضحك في قمة المأساة معناتها الكوميديا في ابن خلدون حاضرة بقوة ولكن اون باراليل ثم حكايه كبيره برشا كي البولدوناج مشيو باش تكبر من هنا للحلقه العاشره 11 12 باش اكتشفوا اللي كونوا ثم برشا عمق وبروفوندور ولهنا بالمناسبه نحيي سليم بن اسماعيل سيناريست طبعا اعتقد انه سليم بن اسماعيل في قادم الايام باش يكون من اكبر كاتبي السيناريو في العالم العربي سليم اسماعيل نذكره اللي هو كتب روبلوت ومشكي وعاود الفيلم أي. الكبير لقى نجاح كبير في قاعة السينما الديكليك صار من مشكي وعاود وقت اللي التريو نستفرجوا في فيلم التريو ركب وقت اكتشفنا علاش لا نكونش ثم مشروع كما هذا بين ظفرين السيناريو كتب سليم بن اسماعيل لأنه سليم بن اسماعيل عنده ميزة عنده قدرة عجيبة أنه يعمل ستريكتور بتاع بروجي يسمع برشا سليم بن اسماعيل ولكن يتعلم ولكن هذا النص هذا السيناريو ساهموا فيه العديد من الأطراف حق هذا مش بقى أنك قلته دجانو نور دواتا بس لا لا ثم نوري ثم أحمد ثم جميل نجار اللي كان مخرج العمل سيف الظريف اللي كان مخرج العمل ثم كل الممثلين سماح دليلة أي إنسان عنده فكرة كريم ساهم برشا في الكتاب بس ساهم أي إنسان ساهم ويقترح سيتواسيون ويقترح فهمتني معناتها النص كان ديمقراطي جعفر القاسمي اليوم نقول عليك تجربة أو خبرة لا ما عنديش خبرة أنا تجربة أنا لو كان ثم مثل اسمه اقتلوا يصبح حي نفسخ الماضي وإلا فسخ وعاود هذه حياتي فسخ وعاود ثم الناس تلاحظ جعفر مثلا بعض التفاصيل كما الجينيريك مثلا الجينيريك اليوم جعفر القاسمي تقريبا تجربة متاع أكثر من 20 سنة بركل موجود في الترتيب الثالث يقلقك هذا أنه جعفر يجي بعد بسام وكريم وإلا حاجة عادية بالنسبة لك أنت فيش يقلقني أنا اللي اخترت اختار أن تكون الثالث على اختار تكون كلول لا لأنه ممكن تنجم تكون رسالة بالنسبة لي أنا لشكون للعالم ولا للزملاء لا للعالم الكل اليوم بالنسبة لي أنا ما عنديش مشكلة مع الأسماء اليوم بالنسبة لي أنا رانا نحاربوا على قيم راهو الفن فيه الإيثار سبق الكل ما يقلقنيش أنا اليوم حابين نعديو رسالة أنه كريم ينجم يكون الأول جعفر ينجم يكون الأول بسام ينجم يكون الأول احنا الكلنا الوالة أنا بالنسبة لي أنا ما تقاسمتوش الأدوار يعني بالنسبة لي أنا ما هيش قضية بالمنجد لأنه أنا في وسط الأولاد أقسم بالله العظيم في وسطهم كي نبدأ داخل في وسطهم
نحس روحي أنا أخوهم الكبير وأنا الأول ويبجلوني في كل شيء وقدري عالي وفي الحوار قدري عالي على الأخر. مش إشكالية هي رسالة واضحة. أنا زادة من بين الأشياء اللي حبيتها تكون وكانت فكرتك ابن خلدون. فكرتي إيه وقتين جت الفكرة هذه؟ بعد ما توفيت أمي الله يرحمها. الله يرحمها نعم. اللي هي تقريبا معناها توا تقريبا تقريبا في قبل رمضان تعاملني ولا اي اي كنت بحذايا ديجا بعد فتره صغيره من وفاه الله يرحمها. فهمتني الفكره جات من وقتها. الفكره جات من وقتها كلمت بسام قلت له بسام نعملوا قهوه. اي علاه اخترت بسام تكلم ديريكت معناها ما كلمتش عبد الاخر؟ بسام وكريم الاولاني كلمت بسام قلت له نعملوا قهوه. عملنا قهوه عجبته قلت له انا عندي فكره يا اخي عندي فكره عجبته قلت له ننطلقوا. قال لي ننطلقوا. كلمت كريم قلت له كريم عندي فكرة إيش نحكيها لك. عجبته قلت له ننطلقوا. قال لي ننطلقوا. مشيت للحوار. ثم ثقة في جعفر القاسمي؟ عندهم فيه ثقة وعندي فيهم برشا ثقة مش عندي فيهم ثقة نحبهم أنا. أنتم ثلاثة ما عجبتوش منجلعوني مثلا في ابن خلدون؟ قال ما ضحكونيش أو ما ضحكتنيش باش ما نظلمش الراجل. ما ضحكتنيش على السلسلة. باهي أنا شو منجي العوني أنا حليت عيني على منجي العوني نور الدين بن عياد اللي نحييه خاطيني من لا التجارب ومن لا خدم. فهمتني ضحكوني أنا كنت قلت في منجي العوني مرة عملت شريط كاسيتك قلت في منجي العوني خاطيني ومبدل في صوتي واحد برأيه محترم. تعتبره ملك الكوميديا في تونس؟ ما عنديش أنا تصنيفات ملك الكوميديا واحد أما هو رأيه محترم. من نجم يقول ما عجبتنيش هو رأيه محترم. نذكر جابه نوفل وكذا قال فيه كلام باهي ما عادش نقبل الكلام اللي قاله مع نوفل اللي أنا قال جعفر راه يضحكني وقال كريم أمير الكوميديين وكذا وما نقبلش أنه ما عجبتوش. ما رأيه محترم. كني ما كانش اعتبره واعتبرته أنه من أفضل الأعمال ومن أروع الأعمال من الحلقة الأولى على عكس الجمهور جعفر اللي قاعد يستنى في الحلقة الثالثة. شوف تكنيك مون بارلون اللي عمله عبد الحميد بوشناق حاجة رائعة. عبد الحميد بوشناق بالنسبة لي أنا من أقوى المخرجين اللي بيش يمشيوا لبعيد. ملا سنسيبيليتي وملا خدمة مش سهل اللي عمله مش سهل. في الكتابة أما أصعب ابن خلدون ولا كانيا ما كانش؟ أنا ما تفرجتش في كانيا ما كانش تفرجت في الحلقة الأولى فقط. كي نغزر حلقات الأولى متاع زوز مثلا شكون اللي تشوفه أكثر صعب في الكتابة؟ احنا كتبنا في تحب نعطيك شوية كواليس. احنا كنا مخيرين بين زوز اختيارات بيه يا أما نبدأ بالأحداث العالية المتصاعدة اللي ما تخلي حتى حد يبوجي وحتى نفس أو ثلاث حلقات لأربع حلقات لخمس حلقات الأولى ومن بعد نقدم الشخصيات وإلا خاطر ثم زوز طرق في الكتابة وإلا تعمل لانستالاسيون تقدم الشخصيات واحد عكس ثم تعمل نسق تصاعدي إلى الحلقة 20 لأنه ثم بعض الأعمال يعطيك ثلاثة حلقات الأولى واو بعد من بعد خويا شوت كم يفرج الله. احنا قررنا أنه نبدأ باللانستالاسيون التعريف والتعريف هذه في 20 حلقة ينجم يدوم 4-5 حلقات دونك ما تنجمش تحكم على سيري فهمتني من الأربع خمسة حلقات. شنو رأيك عموما السنة في الانتاجات الرمضانية جعفر؟ أنا قلت لك أنا تفرجت ما بين مسلسلات وما بين سيت كومات وما بين أيضا دي سيري. شوف باش نكون معك واضح أنا نتبع في الفوندو خطر في الحوار خطر مسني حرق يمس لا وتفرجت زادة في حلقتين الحلقة أنا لسعد عالمي أخوي فهمتني دونك هذوما الزوز اللي تقريبا الفوندو الحقيقة أكثر تبعت أما الحرقة زاد مسلسل ممتاز ورائع وممثلين يقولوا لهم ما كانوش تعدى في رمضان توافقهم ولا اختيارات فيش نوافقهم علاش ما يتعداش في رمضان باش تعدى مثلا زوز أعمال قالوا عليهم أنه مش وقت رمضان أو كان ما كانش يحبذوا العبيد أنه يكون قبل الشقاء الفترة والحرقة يقول لك معناها متاع برمجة شتوية بامتياز اختيارات أنا ما في رأيك أنت؟ لا علاش ينجم يكون في رمضان علاش هاي الناس تتفرج لا مانع في ذلك يعني مهما كان المحتوى لا لا. مستوى الكوميديا هذا العام قداش تعطيه نسبة؟ مستوى الكوميديا ما نجمش نحكي على أعمال ما شفتهاش ولكن خليني نحكي على ابن خلدون ما تفرجتش أنا حتى شيء ولا ما تفرجتها ولا قلت لك البارحة صوروا 4:30
ما لقيتش وقت نكملوا ممكن تسمع ليزيكو مش برش ما زلنا نصور وما زلنا ليزيكو بتاع شنو ابن خلدون على الاعمال بصفه عامه نصور حتى ليزيكو اللي عندي انا ستاف يحكي في وسط بعضه ليزيكو اللي عندي انا مثلا كي نشوف تفهمها بالبارتاج مثلا ارقام تقول هنا بيان سور بيان سور احنا معطيت انتم موزايك الراديو الاول في تونس باش بالارقام بالكلام بالتنبير مو ارقام انتم بطلوا فهمتني كي نشوف النسب المشاهدة معناتها نعطيك مثال علاش قلت لك انا التحدي اللي خذناه ربحناه الحلقه الاولى كنا نسبه نتاع مشاهده الثانيه الثالثه ماشيين ونطلعوا الرابعه الخامسه اليوم نحكيوا على 31% نسبه مشاهده رقم كبير 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 الرقم مش حتى رقم رقم حتى كبير معناتها شيء يفرحنا والحقيقه فرحانين برشا 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 ومرتاحين واللي جاي في ابن خلدون باش يكون اكبر برشا نستناو اكيد جدا احنا نفرحوا كي يتطور مستوى الدراما والكوميديا في تونس اذا حاجه تهمنا نحن زاد كمشاهدين وكصحفيين وكمناشطين ايضا يعني نحبوا نرتقيوا كل عام اللي بعده حقيقه السنه للامانه ما تتقال مستوى تقني عالي جدا صحيح في كل تقريبا الاعمال الرمضانيه تفضل جعفر نحب كلمه لك انت راديو مشنا عايش خويا نحب بالمناسبه وانا فرحان وانا سعيد والله العظيم نشكر المخرج سامي فعور ونشكر يوسف الاسيستان ونشكر ليكيب تكنيك الكل معناتها في الايماج في الكادراج في الكل كل معناتها فريمون خدمه كيما كنت تحكي باش تخرج الصوره هذيك بالكيفيه هذيك بالابداع هذاك بالنسبه لي انا راه تحب لها برشا مجهود وراها ناس ورجال وهنا انا زاد نكمل معاك ونكمل على كلامك انا نشكر زاد سوسن الجمني نشكر زاد عبد الحميد بوشناق لسعد الوسلاتي حمدي جويني ربيع التكالي يعني سامحوني كان مش ننسى حتى اسامي ما نعتذر لهم كل يعطيهم انا فريمون يعطيهم الصحه سنين على الخدمه الكبيره برشا انتقادات اليوم جعفر نصورك سمعت على لطفي العبدلي وعلى استعماله اللي معناها طريقة الغشة مثلا في إيصال المعلومة أو في التمثيل وللناس ثم ناس تقلقت منها معنى مجموعة محترمة من الناس تقلقت ما تتفرش معناتها ما فهمتكش نفس السؤال هو أنت ما تقلقت ما هو السيد وهنا دخلنا في الكوميديا تقريبا نحكي على مستوى الكوميديا سيبور سولا عاوز أسألك سؤال هاني قلت لك توا أنت معك صغيراتك وتمشي في النهج داكوردو وتشوف في ناس قاعدين مثلا يقولوا في كلام بالنسبة لك أنت صغارك ما يزمش تبدل انت ولدك مثلا يتفرج في سيريس في اليوتيوب فهمني ولا وتعتقد اللي هي اكبر من عمره تبدل كاو هو ما جيش ضربك على يدك قال لك ايجا بالسيف انا قلت لك راهو ثم سكيزوفرينيا راهو في المجتمع زادة نوردو الجميل عجبك نوردو على الاخر عجبني على الاخر نوردو نوردو من الناس اللي وجهه تحبوا الكاميرا على الاخر يميمتي ما شب ويميمتي قدش وصادق قدش وراجل زاد تعتبر مفاجأة الموسم ما نعتبروش مفاجأة لأنه أنا خالطته في الدنيا وفي الدنيا نعطيك مفاجأة أجمل نعرفه في الدنيا أجمل أنا نعرفه في الدنيا في الدنيا أجمل نعطيك مفاجأة أخرى في النوردو هات ضامر ياسر في الدنيا تحية كبيرة للكرم وخاطر ولد حومة الكرم دوك الكرم وكل تفرجوا فينا تحية كبيرة لكم صرحت وقلت هذايا من التصريحات اللي خليني نخمم شوية فيك جعفر ونخمم نسألك السؤال هذايا مباشرة قلت عطيت برشا أفكار عطيت معناها برشا حاجات من مخك من بدنك من تفكيرك بابا. ولم يقع ذكر اسمك ولو لمرة لماذا هو تقصير مني الحقيقة معناتها ما تصورش انا ثمانيه انا اطار للتقصير معناتها كارني انا طلبت هما زاد ما ضربونيش على يدي كنت حشام قال الباجي الله يرحمه وينعمه فني لهما خطبونا احنا عطينا انا ما قلتش اما انا علاش السيري هذه فرحان بها برشا السيري هذه خديت حقي نجم تسمي لي شكون اليوم عندك جرأة انك تسمي لي شكون مثلا او اعمال مثلا لا اعمال خفصلك برشا اعمال برشا ساهمت فيها كوميدية ومسرحية فهمتني معناتها أنا بحكم أني مخرج مسرحي وكذا في الإخراج فهمتني نساهم حتى في الكتابة فهمتني جعفر الجوم ألم ينكر جميل شخص مثلا ما ذكرش أنت اسمه وعطاك فكرة وارد نجم يكون نجم نجم يكون لو كان نجم قابلك شنو تقول له
نقول له خويا نعتذر، خطر هي مشكلة، مشكلة كبيرة، كي نتقابلوا بعد رمضان سواء العمل فشل ولا نجح، مشكلة مشكلة، تحس اللي كونه منك البرودوي هذاك وما تنجمش تتكلم، فهمت؟ دونك لو كان أنا واحد أعطاني فكرة وكذا وأنا نعتذر، نعتذر بالحق روا، الاعتذار من شامل الكبار، نعتذر على الأخر وعلى قوة جهة. جعفر، النجاح بالنسبة لك أنت شو يعني لك؟ النجاح هي أختي اللي اسمها نجاح، اللي اسمها نجاح، اللي هي وصفالي في 15 ثانية، رغم أنه سامحني معنا نغلط في حق المرأة بالنسبة لك لكن أنت 15 ثانية، احنا مازلنا 15 ثانية تقريبا. نجاح هي اللي واقفة معايا ودز معايا ومصبرتني. شو نرجعت لها أنت؟ إن شاء الله نرجعوا لها نجاح، إن شاء الله إن شاء الله، فهمتني؟ كل النجاح والتوفيق جعفر، ميرسي بوكو اللي كنت بحضرنا اليوم، انا استمتعت حقيقه، نجم خليك الكلمه يعيش. انا نحب نقول للسادة المستمعين ان شاء الله في قادم الايام السلسله نتاع ابن خلدون بني ولا باش تنال اعجاب اكثر عدد ممكن من المشاهدين. نحب نحيي الكيب الكل كما قلت، الممثلين الكل اللي خدمنا مع بعضنا، وان شاء الله عيدكم مبروك كما تقابلناش ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك جعفر القاسمي، ميرسي بوكو، تلقاو الانترفيو على شان يوتيوب موزايك اف ام.